مرحبا بكم يا أبطال، كيف حالكم اليوم؟ هل أنتم مستعدون لحصة اللغة العربية في يوم الثلاثاء؟ حصة اليوم بعنوان القراءة التفسيرية لدرسنا الجميل توماس أديسون. أحسنتم، أريد منكم يا أبطال أن تقرأوا قليلا عن حياة توماس أديسون. تقرأوا عن هؤلاء العلماء الكبار المبدعون لنتعلم منهم كل ما هو جديد وجميل. هل تذكرنا لعبة الألوان؟ هيا بنا لنتابعها قليلا ولنأخذ. أعدون لنبدأ الآن. في البداية دعونا نعرف ماذا لدينا هنا. موز، برتقال، بطيخ، تفاح، فراولة، عنب. يمكن أن يكون الموز. هيا يا أصدقائي، أين الموز؟ بسرعة ساعدوني، الوقت سينتهي. عرفتم أين هو؟ نعم نعم، أحسنتم يا أصدقائي، الموز في البيضة الحمراء. شكرا لكم. أين يمكن أن يكون التفاح يا ترى؟ هيا يا أصدقائي، أين التفاح؟ بسرعة يا أصدقائي، الوقت سينتهي. هل عرفتم أين هو؟ نعم نعم، أحسنتم يا أصدقائي، التفاح في البيضة الحمراء. أكلت يا أحبة، شكرا لكم. هل عرفتم أين هو؟ نعم نعم، أحسنتم يا أصدقائي، العنب في البيضة الوردية. شكرا لكم. أين يمكن أن يكون البرتقال؟ هيا يا أصدقائي، أين البرتقال؟ بسرعة ساعدوني، الوقت سينتهي. هل عرفتم أين هو؟ نعم نعم، أحسنتم يا أصدقائي، البرتقال في البيضة الزرقاء. شكرا لكم. عليكم الآن أن تعرفوا ما هي الفاكهة الموجودة في داخل البيضة قبل أن ظل يحاول إلى أن نجح في صنع المصباح الكهربائي في عام 1879 ميلادي. إن الطريق إلى النجاح يحتاج إلى الاجتهاد والصبر. هيا بنا لنبدأ بتحليل العنوان. توماس أديسون. أديسون تبدأ بهمزة قطع. أحسنتم. توماس أديسون هو مخترع المصباح الكهربائي. ماذا أعني بكلمة مخترع؟ مثلا، اخترعت أمي طبخة جديدة. إذن مخترع تعني مكتشف. مخترع تعني مكتشف. هيا بنا لنكتب، كررها ثلاث مرات. مخترع مكتشف، مخترع مكتشف. المصباح والكهربائي تبدأان باللام. أحسنتم.
اللام القمرية، واللام القمرية هي التي تكتب ولا تكتب وتلفظ. مرضت، مرضت هل هي اسم فعل أم حرف؟ أحسنتم، مرضت فعل ماضي، مرضت فعل ماضي وخاص بالمذكر أم للمؤنث؟ فعل ماضي للمؤنث، أما مرضة فهي مرضة مرضت. هذا ما تعلمناه في الدرس السابق، مرضة للمذكر ومرضت للمؤنث. في حرف جر، في حرف جر، ما هي حروف الجر؟ من، إلى، عن، على، أحرف الجر. الليل اسم مجرور، أما الليل تعتبر اسم مجرور. مرضا شديدا تنتهيان، أحسنتم، بتنوين الفتح. أراد أيضا فعل ماضي، أراد فعل ماضي مبني على الفتحة. الطبيب فاعل مرفوع بالضم، أحسنتم، هيا بنا لنكتب فاعل. نوع كلمة الطبيب هي فاعل. أن حرف نصب، أحسنتم. يجري لها عملية جراحية، تنتهيان بتنوين الفتح. لكنه حرف مشدد، هل رأيتم الشدة؟ حرف مشدد. لم يتمكن أيضا على الكاف شدة، فهو أيضا هناك حرف مشدد. من ذلك لي عاد مي، وجودي الضوء الكافي. فانتظر شروق الشمس في الصباح. فكر، فكر فعل ماضي، فكر فعل ماضي. أديسون في أن يضيء ظلام الليل بطريقة ما. أجرى، أجرى ويجري، أجرى ويجري بمعنى يعمل. أراد أن يجري، أراد أن يعمل لها عملية جراحية. أجرى عمل أكثر من 99 تجربة. 99 هل هو عدد فردي أم زوجي؟ أحسنتم، فردي. ظل فعل ماضي. يحاول، يحاول، ما مع ما نوع هذه الكلمة؟ فعل مضارع، أحسنتم. إلى أن نجح في صنع المصباح الكهربائي في عام 1879. هيا بنا لنكتب العام بشكله الصحيح، اكتبها لتستطيع قراءتها بالشكل الصحيح. ميم هنا تعني أن العام هذا من الأعوام الميلادية، لدينا أعوام ميلادية وأعوام هجرية. إن الطريق إلى النجاح يحتاج إلى الاجتهاد والصبر. لا، اكتب جميع الملاحظات وافتح دفترك المعاني لنكتب معاني هذا الدرس الجميل. هيا إلى اللقاء. هيا ثبت الشاشة على هذه الصفحة وابدأ بكتابة هذه المعاني، عليك بحفظها بشكل جيد يا بطل. إلى اللقاء في الحصة القادمة.